السلام عليكم. ولد هاري وين في عام 1937 بمدينة شيكاغو الأمريكية، وعانى من بعض المشكلات الأسرية التي لم تمكنه من استكمال دراسته. بعد أن فقد هاري فرصته في التعليم، توجه وهو في سن 15 للعمل كسائق سيارة خاصة، وعمل في محطات الوقود، كما عمل أيضاً لدى شركة جمع القمامة، وكانت وظيفته قيادة سيارة القمامة، بالإضافة إلى جلب عملاء قمامة للشركة. على الرغم من عدم امتلاك هاري خبرات علمية أو عملية، إلا أن اكتسب خبرة في عامين في مجاله دفعته للتفكير في تأسيس مشروع خاص في مجال القمامة، فدشن في عام 1962 شركة متخصصة في جمع القمامة. ثم لم يكن هاري يمتلك رأس مال كبير لجلب مستلزمات العمل بالشركة، فاقترض $5,000 من أحد أقاربه لشراء سيارة قمامة مستعملة. كان هاري يؤمن بأن الاجتهاد هو السبيل الوحيد للوصول إلى أعلى المراتب في جميع المجالات، فكان يحرص على الانتظام في عمله والتفاني فيه، حتى لمع اسم شركته خلال فترة وجيزة. في ذلك الوقت أيضاً بدأت شركة هاري تنمو، وحققت الشركة المملوكة لأحد أقاربه الكثير من النجاحات والأرباح في ذات الفترة، مما دفع المالكان إلى عقد شراكة تسهم في تضافر الجهود بينهما والارتقاء بالمستوى الجديد للشركة وصولاً إلى القمة. تم دمج الشركتين ضمن كيان واحد باسم إدارة النفايات، وأدى العمل والتعاون إلى نجاح منقطع النظير، مما عزز طرح أسهم الشركة الجديدة في البورصة، فزاد انتشارها حتى استحوذت على 133 شركة صغيرة تحت مظلة المؤسسة الجديدة. وبعد 10 سنوات فقط من حياة هاري المهنية، و3 سنوات من أول عملية دمج لشركته الخاصة، تخطت أرباح الشركة حاجز 82 مليون دولار، وارتفع عدد موظفي الشركة إلى 60,000 عامل، وزاد عدد عملائها لأكثر من 600,000 عميل. هاري الذي اقتحم عالم ريادة الأعمال في مجال القمامة حتى وصل إلى أعلى المراتب وصار أحد أكبر رجال الأعمال بالولايات المتحدة الأمريكية، أثبت أن التخطيط السليم والعمل والمثابرة يؤدي للنجاح، ولا تمثل المهن المتواضعة عائقاً أمام الجميع. كان جون دومينيك بوبي يعيش مع زوجته وابنه في ضاحية من ضواحي باريس. كان صحفياً ناجحاً ويقضي معظم وقته بين بيته وبين وظيفته المرهقة. في أحد أيام شهر ديسمبر من عام 1995، كان جون يقود سيارته فوق طريق سريع مغطى بالثلوج. فجأة داهمته سكتة دماغية حادة بدون أي مقدمات، إلا أنه استطاع إيقاف السيارة وفقد الوعي، ولم يفق من غيبوبته إلا بعد 3 أسابيع. وعندما أفاق وجد نفسه كائناً مختلفاً عما كان عليه، إذ أن السكتة أصابته بأضرار وخيمة جداً، فقد أصبح عاجزاً عن الكلام والحركة، وشل جسده تماماً، ولم يكن يستطيع تحريك سوى جفن عينه الأيسر فقط. ولحسن الحظ كان عقله قد بقي سليماً وذاكرته صحيحة، وكانا قادرين على العمل بمنتهى الكفاءة. صمم جون في قرارة نفسه العثور على طريقة يتواصل بها مع الآخرين، وأمام هذا التصميم وهذه الإرادة العظيمة قرر تأليف كتاب كامل معتمداً على الاستعانة بجفن عينه الأيسر، وكان عنوان هذا الكتاب هو The Diving Suit and the Butterfly، وهو عبارة عن رحلة شعرية خيالية داخل عقل رجل حبست أفكاره داخل جسده المشدود. وكتب قائلاً: عندما لا يكون لباس الغوص ضيقاً يتحرر العقل ليحلق مثل الفراشة. كان بوبي يلتقي أحد الكتاب لمدة 3 ساعات يومياً داخل غرفته بالمستشفى، حيث كان يملي عليه النص حرفاً حرفاً عن طريق تحريك الجفن بواسطة طريقة أبجدية صممت لهذا الغرض. وتم تأليف الكتاب من أكثر من 137 صفحة،
ومن إنتاج أكثر من 200 ألف إغماض للعين. متى وجدت الإرادة وجد الطريق دائما. يومكم سعيد.